عشرة ديال الأشياء ممنوعة في الجزائر عادية في المغرب. واش هما هاد الأشياء اللي ممنوعين في الجزائر وفي المغرب هما حاجة عادية؟ هذا الجزء الثاني نتاع هذا الفيديو. الا بغيت تفرج في الجزء الاول غادي نخليه لك في اول كومونتير، قلنا فيه 6 ديال الصوالح ممنوعين في الجزائر وعاديين في المغرب، وفي هذا الفيديو غادي نكملوا الجزء الثاني. فرجة ممتعة. سابع حاجة ممنوعة في الجزائر وفي المغرب عادية هو نهار الجمعة. في الجزائر حتى واحد ما يبيع لك في الوقيته ديال الصلاة. هما اصلا الجزائر نهار الجمعة ما كيخدموش، ما كتخدم لا دولة ما كيقراو. المهم نهار الجمعة هو يوم إجازة في كل شيء تقريبا، يعني اللي يخدموا في الشوانط، اللي يخدموا مع الدولة، السبيطارات، القراية، حتى واحد ما كيخدم نهار الجمعة. حنا في المغرب كنخدموا نهار الجمعة، عندنا واحد 75% في المغرب كيخدموا نهار الجمعة، كتلقى واحد 25% ما كيخدموش نهار الجمعة، يعني الأغلبية كيخدموا نهار الجمعة، مع أنهم كاينين وحدين ما كيخدموش نهار الجمعة. كاينين عاوتاني اللي قالوا باللي نهار الجمعة مستحيل جزائري يبيع لك، بينما مغربي يبيع لك نهار الجمعة في الوقيتة ديال الصلاة. هادي ما كانش منها. مغربي حتى هو في الوقيتة ديال الصلاة يا إما كيمشي يصلي، في حالة ما كانش كيمشي كيصلي وكان كيبيع في الحانوت فهو كيبلع الحانوت. ديجا انا كنوريكم مدينة وجدة في نهار الجمعة، السونتر فيل نتاع مدينة وجدة 80% ما كيحلوش نهار الجمعة، 80% ما كيحلوش نهار الجمعة. ما عرفتش منين جابوا ديك الفكرة ديال ان المغاربة كيخدموا نهار الجمعة وكيبيع لك في الوقيتة ديال الصلاة. هادوك اللي كيخدموا نهار الجمعة، دوك 20% اللي بقاو في السونتر فيل ولا وحدين اخرين اللي برا على السونتر فيل في احياء في بلايص اخرين، راه ما كيبيعلكش الوقيته ديال الصلاه، راه كيمشي كيصلي، ولا ما كانش كيصلي فهو كيبلع الحانوت، ولا ما كانش عنده كيدير يبلع الحانوت، لان كاينين وحدين كيديروا التجاره كيخرج بزاف ديال الصوالح باش يدخلهم ويعاود يخرجهم، خصو ثلاثه السوايع ولا جوج سوايع، فهو كيدير عمود نتاع الشطابه وكيريح. بالمناسبه هذه كاينه بزاف عندنا حنايا تقريبا في كاع الاوقات نتاع الصلاه، ولكن في الجمعه خصيصا كيدير عمود تاع الشطابه ويريح، ويقدر كاع يمشي يصلي ويدير عمود تاع الشطابه ويمشي يصلي. المهم هذه القضيه ما كانش منها نتا انه يبيع لك في الوقيته ديال الصلاه. الا كانوا واحد الفئه قليله بزاف راني قلت لكم ما كتعممش على الشعب كامل، بصح الاغلبيه ما يبيع لكش نهار الجمعه، يعني هذه القضيه خاطئه. ثامن حاجه ممنوعه منعا باتا في الجزائر وفي المغرب عاديه، والله ما عرفت هذو اللي كانوا كيقولوا لهم عاديه في المغرب. صاحبي كاين شي وحدين في المغاربه تحسبهم ضد المغرب، هما اللي قالوا هاد السؤال عاديين في المغرب، هما هادوك الناس الله يعفو عليهم كيسيريو الصباغط. علاش قلت الله يعفو عليهم؟ لان هادوك اغلبيه كيكونوا مبليين، كاين ناس في الزناقي، الله يعفو عليهم والله يشوف من حالهم وان شاء الله يديروا شي حاجه ويبعدوا على ديك الخدمه. والناس اللي كتخدمهم هادوك خصهم الحبس. الناس اللي ما فاهمينش يعني جزائري ولا يكون يتفرج ما عمره ما سمع باللي كيسيري الصبابط، كاينين وحدين ماشي في المغرب كامل، كاين في بعض المناطق، كاين مناطق ما فيهمش هذيك القضيه، كاين في بعض المناطق الكبار اللي فيهم. حنايا نهضر على مدينتي وجده، ملي كنت صغير كنت كنشوفهم قلالين، حاليا وليت كنشوفهم شبه منعدمين. يعني مدينه وجده كامله ملي تمشي للبلايص اللي كيكونوا فيها تلقى زوج ثلاثه كحد اقصى، يعني قلالت الظاهره بزاف. كما قلت لكم الناس اللي ما فاهمينش شويه سيري الصبابط، راجل كيعطي رجليه لواحد اخر مسكين حتى هو راجل. اغلبيه هادو ما كيكونوش رجال كبار، كيكون عمر ديالو ما بين 16 عام 15 16 حتى 23 25. وكما قلت لكم هادو كيكونوا ناس متشردين، ناس ما فحالهمش، ناس مبليين الله يعفو عليهم، الله يحسن العوان. وقلت كنتمنى ان هذه القضيه تحيد من المغرب، والحمد لله الشباب اللي راه طالع دابا حتى واحد ما عاجبه هذه القضيه. يعني نقدر نقول لكم الشباب اللي طالع دابا 95% ما كيحملش ديك الخدمه وما كرهش انه يبدل ويخلي دوك الدراري ما يخدموش ديك الخدمه، دوك الدراري الله يحسن العوان. فهادوك اغلبيه كتلقاهم مع ناس كبار، ربما جهلاء كيعطيه رجليه كينقي له الصباط. انا يا بزاف ديال الدراري ضد هذيك الخدمه. تاسع حاجه حشومه ديرها في الجزائر ونورمال في المغرب، هذه قضيه كاينه. هذه القضيه مازال ما عرفتهاش واش كاينه بزاف في المغرب ولا لا، هي ان الكارسون تاع القهوه كيسيربي في القهوه، انك تلقى له تقول له بس 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 ولا كارسون، هادي عندهم عيب في الجزائر، عيب انك تصفر للكارسون ولا تقول له كارسون. قالوا باللي في المغرب عاديه، مع انني كنريح في القهوه، كنريح في المغرب ولا في الجزائر كنريح في القهوه، وكنشوف الناس كيفاش كيلغاو، وانايا ديجا ما عمري ما لغيت الكارسون، نقول له كارسون ولا جامي لغيت له، وتقريبا جامي لغيت له حتى كيجي هو. وفي حالة ما الا نساني يعني وما جاش كندير له هكا وا صاحبي، وماشي غير انايا تقريبا في القهوة والله ما عمري ما شفت انا في المغرب بعدا في وجدة شي واحد لغى الكارسون ولا كارسون، ما
ما عرفتش علاش داين هاد العقليه كيقول لك بلي المغرب عندهم هادي عاديه، ربما تكون في مناطق اغلبيه عندهم هاد الشيء عيب. اصلا تجيك حشومه تصفر على كارسون ولا تقول له كارسون. عاشر حاجه ممنوعه في الجزائر منعا باتا وفي المغرب عاديه. شو هادي كنوافق عليها الناس اللي كيقولوها، عندي عليها تجربه، هي الزطله. الزطلة ممنوعة منعا باتا في الجزائر. في المغرب ممنوعة ماشي عادية. الناس اللي كتقولك عادية ممنوعة في المغرب، غير واش في المغرب ما كاينش داك الحزم الكبير اللي كاين في الجزائر. الجزائر على بالك راكون يشدوك بمورسو. انايا كنت في السيلون شدوا واحد الجزائري، راجل كبير، راجل كبير ما كبير غير الله، كون في عمره واحد 50 55، شدوه بالك شاري 200 ولا 200,000. 200,000 شحال فيها غرام؟ يكون فيها 2 غرامات ولا 3 كاع. ضربوه بربع سنين ديال الحبس، تخيلوا 4 سنين ديال الحبس مورصو. انا جاتني بزاف الزطله في الجزائر كتوصل حتى 30 عام. تخيل انك تدخل على الزطله ب 30 عام. احنا في المغرب جامي يدخل شي واحد ب 30 عام على الزطله. تقدر تدخل ب 30 عام، ولكن باش تدخل 30 عام راه خصك تكون شي واحد مافيا في المغرب، شي واحد اللي يكون شدو لك الصلاه ديالك كامله، تكيف المغرب كامل وتفوت المغرب كامل يمكن، عاد باش نحكموا عليك في 30 عام. وشوف تشوف، لان 30 عام حكم واعر بزاف. حنا الاحكام تاع الصلاه كتراوح ما بين 5 سنين 6 سنين 10 سنين. كنظن ان 10 سنين هي كحد اقصى العقوبه تاع الصلاه، 10 سنين. بالنسبه المورسو الا شدو عندك في المغرب، كنظن انك كتضرب ما بين شهر حتى 6 شهور. ولا شدو عندك واحد الكميه صغيره فكتحول الغرامه ماليه وكتخلص وتمشي. هذا ما كاين، وهذو هما كانوا اكثر 10 ديال الاشياء اللي ممنوعه في الجزائر وعاديه في المغرب. كما قلت لكم بزاف ديال المعلومات غير قالوا لي عليهم ولا بحثت عليهم، وكان عليهم بزاف ديال الهضره. انا حاولت انني نشرحهم وحاولت انني نوصل لكم الفكره. وهذا ما كاين، كانوا هادو هما اكثر 10 ديال الاشياء ممنوعين في الجزائر وعاديين في المغرب. تهلاو في راسكم، حتى الفيديو جديد غدوه ان شاء الله على نفس الموعد. تهلاو في راسكم، حتى الفيديو جديد. يلا باي.